تعالوا مع بعض ناخد برامج اكبر شويه. بيقول اكتب برنامجا لحساب مجموع ومتوسط 5 ارقام. هنيجي في الفورتران وهنجيب ملف جديد، وطبعا ممكن واحد يروح يقول هنقول هنا ريد استريك كوما استريك اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5، يبقى هو كده قرا الخمس ارقام. وهيجي هنا يقول له ان السم، هو ممكن تغير، مش لازم تغير بحرف واحد، نقول له السم بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 4 زائد اكس 5، واللي هو الافريج بيساوي السم على 5، ونكتب 5 بنقطة زي ما قلنا عشان موضوع الريال والانتخاب. وهنيجي هنا نقول له رايت استريك كوما استريك سم بيساوي، نكتب له سم، ونيجي برضه هنا نقول له رايت استريك كوما استريك افريج بيساوي، ونكتب له ايدي واستوعب. طبعا ده برنامج كويس جدا وهيأدي الغرض بتاعنا، وتعالوا نجربه حتى. هنشغله كومبايل وبيل، مفيش ايرورز الحمد لله. كان واقف يستني لي يدخل الارقام، نقول مثلا 1 و2 و3 و4 و5، احنا طلعنا السم بتاعهم 15 والافرج بتاعهم 3. طبعا البرنامج ده كويس جدا، ولكن لو احنا قلنا عايزين نجيب المتوسط بتاع 20 رقم، مش معنى احنا بنكتب اكس 1 اكس 2 لغايه اكس 20 تبقى صعبه جدا. طب لازم ندور على اسلوب ثاني افضل من الاسلوب. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده مع بعض عن طريق الاف استيب. احنا هنيجي هنا موصف عداد اسمه ان، وهنديله رقم 0، وهنيجي هنا نقول له ريد اكس بس، وهنيجي هنا نقول له سم يساوي 0، يبقى الان ب0 الاول والسم ب0، وقلت له هنا ريد اكس، وجيت قلت له هنا السم بتساوي سم زائد اكس، سم بتساوي سم زائد اكس، والان بتساوي ان زائد 1. اللي حاصل هنا ان انا هاخد الان ب0 والسم ب0، هبدا اقرا قيمه اكس واجمعها على قيمه سم القديم، واضيف الان واحد للان 1. طب تعالوا نجربها كده مع بعض ونشوف موضوع المخزن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده. دلوقتي انا في عندي 3 متغيرات، في عندنا متغير اسمه ان، متغير اسمه سم، ومتغير اسمه اكس. يبقى في عندنا مخزن ان ومخزن سم ومخزن اسمه اكس. اللي هيحصل لو جينا نشوف مع بعض لما يجيب لما يشتغل هيقول ان بتساوي 0، ان بتساوي 0، يبقى هيجي هنا يروح كاتب لي الان ب0. طيب جه فات بعد كده قال لي سم تساوي 0، هيروح جاي هنا وحاطط سم ب0. هيجي هنا يقول له ريد استريك كوما استريك اكس، هنتخيل مثلا ان احنا كتبنا له الاكس ب1، كده اللي حصل، نحط الاكس ب1. هيجي هنا نقول له صم بتساوي صم زائد اكس، يعني ايه؟ يعني المخزن بتاع صم قيمته الجديده له بتساوي قيمه صم القديمه زائد قيمه اكس، يبقى صم الجديده بتساوي 0 زائد 1، يبقى صم الجديده قيمتها هتمسح لنا قيمه الزيرو دي وهيكتب لنا هنا 1. طيب وبعدين هيجي هنا
يمر على الجملة ان بتساوي ان زائد واحد، يبقى ان الجديدة بتساوي ان القديمة زائد واحد، يبقى قيمة ان الجديدة هتساوي واحد. طيب وبعدين هيجي هنا، طب هيكمل كده، ده انا عايز يكرر الحتة دي 5 مرات. هنا بقى هعمل جملة شرط كويسة جدا، هقول له اف ان ليس ايكوال 5 جو تو 10، واجي هنا واسمي الجملة دي 10. تعال نفهم مع بعض الحتة دي كويس جدا. اللي حصل هنا ايه؟ ان هو هنا بيقرا الاكس ويجمع الاكس على الصم ويقول ان ان بتساوي ان، يعني يضيف لان واحد، ويسال هنا هل الان ليس ايكوال 5؟ لو ليس ايكوال 5 جود 10 واقرا لي واحد جديد، وده اللي هيحصل دلوقتي. الان عندي بواحد، الان قيمتها عندي دلوقتي بواحد زي ما باين قدامنا، يبقى هيخش يرجع مره ثانيه لجمله 10 ويقرا قيمه اكس الجديده. لو تخيلنا ان قيمه اكس الجديده مثلا كانت ب 4، يبقى هيجي هنا يقرا اكس الجديده ب 4، يمر على الجمله صم بتساوي صم زائد اكس، يبقى هيروح جاي هنا صم الجديد تساوي صم القديمه اللي هي بواحد زائد اكس اللي هي ب 4، يبقى هيجي يمسح قيمه صم اللي هنا ويكتب لي مكانها 5، ويجي هنا يقول ان بتساوي ان زائد واحد، يبقى هيجي ان الجديده تساوي ان القديمه اللي هي بواحد ويضيف لها واحد، يبقى ان الجديدة قيمتها ب 2. هيجي هنا يسأل السؤال هل الان اصغر من او تساوي 5؟ اه لسه اصغر من ان ب 2، هيروح رايح لجملة 10 ويقرا قيمة اكس، وهيقرا قيمة اكس، يبقى هنا هنديله اكس مثلا ب 3، ويبدأ يسأل نفس السؤال، يقول صم الجديدة تساوي صم القديمة زائد اكس، يبقى صم الجديدة اللي بتساوي 5 هي صم القديمة زائد اكس اللي هي ب 3، يبقى صم الجديدة ب 8. ويجي يقول ان بتساوي ان زائد واحد، يبقى ان الجديدة ب 3. هيجي هل يسأل ال ان ليس ايكوال 5؟ هل ال ان اصغر من ال 5؟ اه لسه اصغر، يبقى يروح تاني لجملة 10 ويقرا قيمة اكس الجديدة، وليكن مثلا اكس الجديدة ب 2، وهيقول صم بتساوي صم زائد اكس، يبقى هيجي هنا يخلي لي صم الجديدة تساوي صم القديمة زائد اكس، يبقى صم الجديدة قيمتها هتبقى ب 10، وهيعدي على الجملة اللي هي ان بتساوي ان زائد واحد، يبقى ان الجديدة عندنا بتساوي 4، ويسأل السؤال برضه هل ال ان ليس ايكوال 5؟ اه ال 4 ليس ايكوال 5 جوتو 10، هيبدأ يقرأ القيمة الخمسة الاكس، هيبدأ يقرأ القيمة الخمسة الاكس ولتكن قيمتها ب 5، ويقول صم بتساوي صم زائد اكس، اه يبقى لازم هنا خد بالك معايا، لازم هنا ان انا اقول له صم جديد تساوي صم القديمه، صم القديمه كانت بكام؟ لو نفتكر مع بعض كانت ب 10، يبقى صم الجديده بتساوي صم القديمه اللي هي ب 10 زائد اكس اللي هي ب 5، يبقى صم الجديده قيمتها ب 15، ويجي يعدي هنا يقول ان بتساوي ان زائد واحد، يعني هيمسح دي ويكتب لي مكانها 5. هنا بقى عايزين نستنى شوية، دلوقتي ال ان ب 5 معناه ان انا لغاية دلوقتي مدخل 5 قيم، هل يجي هنا يقول له اف ان ديس ايكوال 5 جو تو 5؟ خد بالك انا بقول هنا ديس ايكوال، يبقى هل ال ان دلوقتي ب 5، هل ال 5 ديس ايكوال 5؟ اه ديس ايكوال، هي ايكوال، ما هي ديس ايكوال دي معناها اصغر من او تساوي، فهي تساوي، يبقى هيرجع لجملة 5، يبقى الجملة دي ما تنفعش، لازم نخلي دي ليس ذان، لان لو خليتها ليس ايكوال لما ال ان ب 5 بعد ما قرا 5 قيم هيرجع تاني لجمله 10 ويقرا قيمه 6. لا ده انا عايز يقف لغايه هنا. طب تعالوا نحفظ الملف كده ده مع بعض ونعمل له كومبايل ورن ونشوف ايه اللي هيحصل. جه هنا سالني، ما طبعا واقف مستني اديله، اديله مثلا 1 وانتر، مستني القيمه الثانيه 2 وانتر،
3 وانتر، 4 وانتر، 5 وانتر، قال لي ان الصم بتساوي 15 والافريج بتساوي 3. طبعا كان ممكن ان احنا نيجي هنا في الفورتران ونيجي نطلع فوق كده وهنا نكتب له جملة رايت زي ما اتعودنا قبل كده عشان يديني سؤال، نقول له انتر ذا نيو نمبر. كل مرة يسأله دخل النيو نمبر بتاعنا. تعالوا نعمل كومبايل وران. اداني رسالة قال لي انتر ذا نيو نمبر، روح كاتب له 1 5 4 3 2، راح كاتب لي الصم بتساوي 15. ده طبعا ميزة البرنامج اللي احنا عملناه ده، ممكن البرنامج ده يقرأ لغاية 100 رقم. ازاي؟ ان انا بدل ما بقول له ان لس اي زائد 5 فاقول له لا، ان بتساوي ان لس زائد 100. وطبعا ممكن هنا بدل ما بنقسم على 5 نقسم على كام؟ على ان، نقسم على ان. طبعا هنا مفيش مشكله ان ده ريال وده ريال وده انتجر، لما يجي يقسمهم هيطلع لي الافريج بالريال. طبعا ممكن واحد يقول طب انا هنا عايز يديني، يقول لي انتر ذا نيو نمبر اللي هو الكاونت بتاعه كام، يعني الرقم الاولاني، الرقم الثاني، الرقم الثالث. سهله، ممكن نقول له انتر ذا نيو نمبر وبين قوسين، خد بالك معايا من الحته دي، هنقول له ان زائد 1. خد بالك معايا في الحته دي كويس جدا. هو لما يجي بعديها هيقول انتر ذا نمبر قوس، ما دام بين سنجل كوتيشن يكتبهم زي ما هم، يبقى يكتب لي الجمله دي على الشاشه، انتر ذا نمبر نمبر وبين قوسين يفتح لي قوس. وبعدين يلاقي عندي هنا ان زائد 1، ليه ما قلتش ان؟ لان الان في الاول بصفر، لو جيت طبعا الان هيقول له ادخل لي نمبر وبين قوسين زيرو، لا ده انا عايز يكتب لي القيمه الجديده اللي هي بعد ما يقول ان زائد 1. اللي بعد ما يقول ان زائد 1، يبقى هنيجي هنا نقول له ان زائد 1 وبرده بين كوتيشن نقفل القوس. فتعالوا نحفظ المساله دي كده ونشغلها. واخدين بالنا؟ انتر ذا نيو نمبر 1، قلنا مثلا ده ب 5، انتر ذا نيو نمبر 2 3 4 2 1، راح كاتب لي ان الصام بتساوي 15 والافريج بيساوي 3. طبعا واضح ان في مسافات ما بين الاقواس والكلام ده، كل الكلام ده هنظبطه بعد كده. ممكن طبعا ان احنا نعمل حكايه ليس ذان او ليس ايكوال، دي محتاجه تركيز شويه، ان انا كان ممكن اخلي الان قيمه اللي هي بواحد، بس ساعتها هخلي الان هنا بس هطبع الان، بس لان الان اول قيمه بواحد يبقى هطبع له الواحد، وهنا دي هتبقى ايه؟ ليس ايكوال، لان اللي هيحصل الان بواحد يبقى هيقرا لي اكس الاولانيه ويجي هنا يزود ويطلع يقرا لي الاكس الثانيه والان باثنين، الاكس الثالثه وان بثلاثه، الاكس الرابعه والان باربعه، الاكس الخامسه وان بخمسه، وهو نزل هيخلي الان بسته. نشوف دي مع بعض كده. دخل الان الاولانيه، الان الثانيه، الان الثالثه، الاكس الثالثه، الاكس الرابعه، الاكس الخامسه، وخرج زي ما قلنا في الايه، ان هو هنا لما قلت له الان بواحد خلينا ده ليس ايكوال. ليه؟ لان لما الان بخمسه بيبقى القيمه اللي اراها دي هي القيمه الخمسه، لكن لما كانت الاكس بزيرو كان لما دي بخمسه كانت القيمه اللي اراها هنا هي القيمه السته، فعشان كده عملناها ليس زي مش ليس. تعالوا مع بعض نرجع ونشوف ناخد برنامج تاني نعمله. اكتب برنامجا لحساب مجموع ومتوسط درجات فصل عدد طلابه متغير. البرنامج اللي احنا كنا كاتبينه دلوقتي ده ممكن نعمله لفصل عدد طلابه ثابت. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف. يعني ممكن هنا نيجي في الاول خالص نقول له رايت انتر ذا كاونت اوف نمبرز، يعني بقول له دخل لي عدد الايه؟ عدد الطلاب، او انتر ذا نمبر اوف ستودنتس.
وهاجي هنا اعمل له جملة ريد للام. يعني انا عايز اقرا مثلا كام رقم ام، مش خمسة بقى، لا احنا هنخليها جنرال، يبقى دي ام واللي هنا نقسم على الام. يبقى خد بالك هو في الاول هيسالك يقول لك دخل عدد الستودنتس، عدد الطلاب، تقول تذكر له الام الاول، وبعد كده يبدا يقول لك انتر ذا نيو نمبر اللي هو رقم ام. يبقى الام ده اللي هو بدل الخمسه اللي فاتت، ام ده هو عدد الطلاب اللي انا عايز اشتغل عليه. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجه قال لي ده ادخل نمبر اوف ستودنت، هنقول له اربعه مثلا. طب دخل لي كده، هنقول له النمبر ده مثلا باربعه وسته وتسعه وثلاثه. طبعا احنا دوسنا انتر زياده، هنرجع نعمل له اكسكيوت تاني. نمبر اوف ستودنت كام؟ اربعه. هنقول له ايه؟ اربعه وسته وتسعه وثلاثه. راح مطلع لي هنا قال لي ان السم ب 22 وان الافريج بخمسة ونص. طبعا واضح ان انا ممكن هنا اقول له نمبر سنت 20 وادخل له 20 رقم. يبقى خدنا بالنا ازاي ان احنا طورنا البرنامج بتاعنا ده ان هو يقدر يديني الافريج بتاع اي عدد من الارقام. بس المشكله ان انا لازم اكون عارف عدد الارقام اللي انا بدخلها او عدد الطلاب اللي انا عايز اجيب لهم الافريج، والا لو انا مش عارف عددهم اصلا هاجي ازاي هنهي الدو لوب بتاعتي؟ ازاي هنهي التكرار اللي عندي؟ ما انا عمال اكرر. امتى بينتهي التكرار ده؟ لما الان اللي هو المعدل اللي عمال يزيد يوصل الى الام اللي عندنا اللي هو عدد الطلاب الكلي. لكن المشكله البرنامج اللي احنا عايزين نعمله ده دلوقتي، عايزين نكتب برنامج لحساب مجموع ومتوسط درجات فصل عدد طلاب متغير. يعني الحته اللي في الاول دي احنا ما نعرفهاش. تعالوا نحفظ المساله دي نسيف از كده. يعني اول سطرين ما ينفعوش هنا. طب امال هنهي السؤال بتاعي امتى؟ اهو دي المشكله. دي بقى الحته اللي احنا هنقولها دلوقتي، ناخد بالنا مع بعض. احنا دلوقتي ما فيش عندي شرط اقدر انهي التكرار عنده. طب الحل ان انا اجي هنا اقول له جوتو 10 بس. يبقى اللي هيحصل ان هو هنا هيسال عن الام، يقول لك دخل الرقم الاولاني، يقرا الاكس، يجمعها، يضيف للان واحد، ويرجع يكرر، وينزل ويرجع يكرر وينزل. طبعا ده كده انفاينايت لوب، هياخد دلوقتي يقعد يكرر الان ب 100 ب 1000 بمليون، مش هيقف. طب امتى وقفه؟ هو ده السؤال. هل ممكن درجات الطالب تبقى بالسالب؟ ما ينفعش. يبقى انا هاجي بعد ما ادخل درجات الطالب هنا واقول له اف اكس ليس ذان زيرو جو تو 20، واخلي جملة 20 هي اللي عند الافريج هنا. ناخد بالنا واحدة ليه؟ طب ليه ما حطيتش الجملة دي هنا مثلا بعد الصم؟ اقول لك لا، ما انا اللي هيحصل ايه؟ ان انا اقعد ادخله في درجات الطلاب، ادخل في درجات الطلاب، وبعد ما انتهي من درجات الطلاب هيبدأ الراجل اروح مديله رقم سالب. اول ما اديله رقم سالب مش هيجمع الرقم السالب ده. الرقم السالب ده انا مديله عشان انهي بيه البرنامج. يبقى هو اول ما يلاقي فيه اكس دخلت له برقم سالب يفهم ان هو ايه؟ التكرار خلص. يقوم ما يجمعش الاكس اللي انا دخلت له بالسالب دي على الصم القديم. في حته بس عايزين نفكر فيها، موضوع ما عادش فيه عندي ام، انا عايز اشوف لما اجي اقسم على كام. خد بالك معايا هنا، الان هنا بواحد. يبقى لما يجي يقرا ده هيبقى ده الرقم الاولاني. طب هينزل يخلي الان باثنين، ويطلع يقرا الرقم الثاني. الان بثلاثه يطلع يقرا الرقم الثالث. الان باربعه يقرا الرقم الرابع. طب افرض انا انتهيت كده عند الرقم الرابع، يعني هم عندي اربع ارقام بس، هينزل يقرا لي الان تطلع بخمسه، ويطلع يقرا لي الاكس اللي ضرب السالب. يبقى الاكس لما يكون عندي اربع ارقام، الان هتبقى بكام؟ بخمسه. ركز معايا في حد كويس جدا. الان هنا بواحد، على الرقم الاول نزل خلى الان باثنين وطلع على الرقم الثاني اللي هو الموجب. الان بثلاثة على الرقم الثالث اللي هو الموجب. الان باربعة وقرا الرقم الرابع اللي هو الموجب. الان بخمسة وطلع على الرقم السالب اللي انا عايز انهي بيه.
يبقى انا لما دخلت له الرقم السالب كان هو الرقم الخامس، معناه اللي عندي اربعه، يبقى بس ال n بخمسه، يبقى لما اجي هنا اقسم هقسم على n ناقص واحد، عشان ال n بخمسه وانا عندي بس اربع ارقام. تعالوا كده نحفظ المساله دي ونعمل لها كومبايل واكسكيوت ونشوف ايه اللي هيحصل. اذا قال لي ده الرقم الاول، اقول له بخمسه، الرقم الثاني ب9، الرقم الثالث ب6، الرقم الرابع ب2، الرقم الخامس هقول له ناقص واحد، راح مطلع له مديني صم بتساوي 22 والافريج ب5.5. طبعا كان ممكن ان احنا هنا نيجي نكتب له جمله هنا قبل ما يكتب لنا، يكتب لي عدد الطلاب، هيكتب لي مين؟ ال n؟ لا، ال n ناقص واحد. أو يعني التسعة خمسة بستة بثمانية، دي درجات الطلاب اللي عندي، ودرجة من 10 مثلا. ولما قال لي دخل رقم خمسة أقول له ناقص واحد، قال لي إن في عندي أربعة ستودنت والصم بكذا والأفريج بسبعة. طبعا واضح إن البرنامج أدى المهمة اللي عليه بسنة. تعالوا مع بعض ناخد برنامج كمان، اكتب برنامجا لحساب مجموع ومتوسط الأرقام الفردية من 15 حتى 91، حتى 91. تعالوا مع بعض نكتب برنامج زي ده. في بس قبل نكتب البرنامج ده انا بحب تفهم ان جملة صم اللي بالاول بزيرو دي عشان افضي المخزن اللي انا بجمع فيه. تعالوا ناخد مسألة جديدة. دلوقتي قيمة ال n الأولانية اللي أنا عايز أجمعها، أو قيمة أي قيمة ال n ب15، وهقول له صم بتساوي صفر للقيمة الابتدائية بتاعتها، وهاجي هنا أبدأ عايز أبدأ أقرر، فهاجي هنا أقول له صم بتساوي صم زائد 15 زائد ان اس كويس، والان بتساوي ان زائد 2. ليه ان زائد 2 مش ان زائد 1؟ لان عايز الارقام الفرديه بس. طب وبعدين؟ هاجي اسال هنا سؤال، هقول له هل الان جريتر ذان ال91؟ لا، ده انا عايز العكس، انا عايز اشوف لو ان الان ليس ايكوال ال91 جو تو 10، واجي عند جملة الصم دي واكتب ال10. يبقى اللي يحصل هنا هياخد ال n ب15، الصم بزيرو، ويقول صم بتساوي صم زائد n. يبقى اول مره هيجمع لي رقم 15، ويجي هنا ال n تساوي n زائد 2 يبقى ال n ب17. يسال هل انا لسه اصغر من 91؟ يرجع هنا تاني ويقول صم الجديده تساوي صم الجديده اللي هي كانت ب15 زائد n الجديده اللي هي بكام؟ ب17. وينزل هنا يخلي ال n ب19 ويسال، يلاقي نفسه لسه عايز يكرر، يرجع تاني ويجمع 19 على المجموع القديم والان 21، ويقعد يكرر يكرر يكرر. في النهايه هيوصل ان هو خلص. هبدا اقول له ان افريج بتساوي صم على ايه بقى؟ هنا بقى المشكله. هل انا عارف العدد؟ ممكن واحد يقول لي سهله، ممكن نعمل هنا متغير اسمه ام نحطه بواحد، ويجي هنا نقول له ام بتساوي ام زائد واحد، بحيث ان الام الان هو الرقم اللي بيتجمع، اما الام فهو كاونت يعني عداد بيعد لي انا كده في الرقم الكام. بس تعالوا نشوف هنقسم على ام ولا على ام ناقص واحد. الام بواحد لما قرا لي ال 15 لما جمع لي الرقم الاول، الام باثنين لما جمع لي الرقم الثاني، الام بثلاثه لما جمع لي الرقم الثالث. طب بعد ما جمع الرقم الثالث هينزل يخلي الام باربعه ويسأل، ولو وصل ان السؤال بتاعه اتحاشى هيكمل، يبقى لازم هنا اقسم على ام ناقص واحد. ليه؟ لان دلوقتي احنا عندنا الام بواحد، يعني رقم الام في اللوب يلي رقم الام. يعني دلوقتي انا لو بقرا الان الاولانيه
هلاقي الام بواحد، بس في اللوب دي هلاقي الام بقت بكام؟ باتنين. يبقى هنا الافرج بتساوي صم على ام ناقص واحد، وممكن نخش نجيب الجملتين بتوعنا اللي احنا عملناهم في البرنامج اللي فات ونحطهم هنا. بس ناخد بالنا دلوقتي هنقول ان عدد الارقام هيبقى ام ناقص واحد، طبعا مش فارق ام وان، دي كلها اختلاف مسميات. هنحفظ المسألة بتاعتنا دي وهنيجي نشغلها. راح مديني على طول قال ان عندك 39 نمبر، والصم بتاعهم بكذا، والافرج بتاعهم بخمسة بثلاثة وخمسين. عايزين دلوقتي نشوف ازاي نعمل البرنامج الاخير اللي هو بتاع حساب مجموع ومتوسط الارقام الفرديه من 15 ل 91. عايزين نشوف ازاي نعمله بطريقه تكون اسهل شويه من الطريقه اللي فاتت، اللي هي ازاي نكرر المجموع التجميع ده بطريقه مبسطه شويه. دلوقتي هنتطرق لحاجه مهمه جدا اللي هي الجمل التكراريه اللي هي دو لوب ستيتمنت. انا بحب ان انا اكرر جمل، فاللي بيحصل ان انا باجي اكتب دو وبعدين بكتب بعديها رقم اخر جملة تكرارية اللي اخر جملة عايز اكررها، وبعدين اي ايكوال، واي ده هو رمز العداد اللي هيتغير قيمته. الاي 1 هي القيمة الابتدائية، والاي 2 القيمة النهائية، والانكريمنت الزيادة في القيم، وفي قيمة ما بين كل قيمة والتانية. وبعدين باجي هنا اذكر الجمل التكرارية اللي انا عايز اكررها، وباجي الرقم اللي انا قلته هنا وليكن 10 مثلا، اجي هنا اكتب 10 واروح قايل له كونتينيو. تعالوا نشوف مع بعض ان الجمل التكرارية دي ممكن تسهل لي البرامج كتير جدا. تعالوا مع بعض نخش على الفورتران ونشوف مع بعض ازاي نعمل برنامج اللي فات ده بطريقة مبسطة. هنجيب فايل نيو. اللي هيحصل هنا ان انا عايز اجمع زي ما بنقول الارقام الفردية من 15 الى 91. فببساطة جدا ان انا هاجي هنا هروح قايل له دو 10 اللي هي رقم اخر جملة هينتهي عندها، الان ايكوال 15.91.2. وهاجي هنا طبعا قبلها هنكتب له زي ما احنا شفنا في البرنامج اللي فات ان لازم في الاول بنكتب له sum equal 0 عشان لما يجمع على مخزن فاضي. هنيجي هنا نقول له sum equal 0، وهنيجي هنا نقول له sum equal sum plus n، وهاجي هنا اكتب له 10. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إن العمود الأخضر ده بقى بيفصل لنا ما بين الجزء اللي على يمينه ده اللي بيكتب فيه البرنامج، والجزء اللي على شماله ده اللي بيكتب فيه الجمل أرقام الجمل لو محتاجين لترقيم ليها. وهنيجي هنا نكتب continue، وهنيجي ناخد الجملتين بتوعنا اللي هنا، هنكتب إن الصم طبعا واحد يقول طبعا عايزين ام تساوي، يعني نحسب الام لوحدها سهله. هنيجي برضه هنا قبل منها ونقول له زي ما بالظبط عملنا في البرنامج الثاني. ففي البرنامج هنا عملنا ايه؟ قلنا له هنا ام بواحد، وبالتكرار كل مره بنقول له ام تساوي ام زائد واحد. وهروح طبعا ممكن انا اعمل حاجه في البرنامج بتاعنا ابسط من كده، بس هناخدها خطوه خطوه. هنيجي نقول له ام تساوي واحد، وفي الجملة التكرارية هقول له m equal m plus 1، وهاجي عادي خالص وياخد الجزء ده control insert واروح للبرنامج الثاني واحطهم هنا.
ما تفهمش الجناين دول على بعض. هنا بنقول سم ايكوال 0 ماشي، خزين النظم ام ايكوال 1. هنا دوم، دوم انا اتكرر، كرر حتى الجمله اللي من 10 ال ان غيرها لي من 15 ل 91 بزياده 2، وهاجي انا اقول له ام ايكوال ام زائد 1، يبقى هنا الام بقت تزيد بقيمه 1 عشان احسب ارقام الاعداد. طيب وبعدين هاجي هنا اقول له سم ايكوال سم زائد ان، وناخد بالنا ان ال ان اتغير من كام لكام؟ من 15 ل 91 بزياده 2. هيقعد يكرر الجمل دي بسهوله جدا، وفي الاخر هيقول لي بعد ما هيخرج من لوب امتى؟ يخرج من لوب لما يعدي الواحد والتسعين. وده اللي بيحصل، دي نقطه مهمه، ان هو اول ما بيعدي جمله الدولوب اللي هي الدوديان بيدي الام القيمه اللي هي 15، بينزل يشتغل، اول ما يوصل الجمله 10 اللي هي اخر جمله تكرار يروح راجع تاني ومزود 2 تبقى 17، يكرر ولغايه ما يوصل جمله 10 يطلع ان هنا يزود الان ب 2 تبقى 19. يبقى هو كل مره اول ما يوصل جمله 10 اللي هي اخر جمله تكرار دي يروح راجع مره ثانيه لجمله الدو ويزود قيمه الان جيته وهي الان القديمه بذاتها، وبعمل تشيك هل انا عديت القيمه النهائيه ولا لسه؟ لو ما كانش لسه عدى القيمه النهائيه بينزل يشتغل، لو كان عداها لا ما بيشتغلش، بيروح نازل بعد الجمله النمر 10 ويكمل البرنامج. وهاجي انا اقول له افريج بتساوي صم على ام ناقص 1، واكتب نفس الجمل بتاعتنا. هنحفظ الملف ده باسم عاطف 9، وزي ما اتفقنا ان احنا بنشتغل بروجكت كومبايل زيرو وورد زيرو ايرورز، بروجكت بيلد برضه زيرو وورد ايرورز زيرو ووردنجز، بروجكت اكسكيوت راح راجع على طول مديني نفس القيم اللي فاتت بالظبط لو تفتكر الافرج اللي هو كان ب 53. طبعا ممكن نعمل تعديل بسيط خالص في البرنامج عشان نوضح ان انا لو هنا قلت له ام ايكوال 0 يعني تعطيه ملحوظه دلوقتي هنا ام بواحد، وهو بيلف اول لفه في الدروب بيزود الام واحد تبقى الام باثنين. طب انا ممكن اقول هنا الام دي بزيرو، يبقى اول لفه كانت الام زود الام بواحد بقت الام بواحد، تاني لفه الام باثنين يبقى يبقى انا هنا الام دلوقتي اللي هخرج بيها هي عدد الايه؟ عدد الارقام. يبقى اجي اصفر هنا الام، يبقى كاني بقسم على الام بس واقول ان عدد الارقام بام. اوضحها دي تاني، انا قبل كده انا دلوقتي الام هنا بواحد، يبقى لما يجي يخش على الدولوب وياخد الام 15 ويجي يعدي اول مره هيقول الام تساوي ام ام بلس 1، والام اصلا كانت بصفر يبقى الام بواحد، يبقى مع اول لفه الام بواحد، مع ثاني لفه الام باثنين، مع ثالث لفه يبقى مع كل لفه بيلفها يعني مع كل نمبر بيجمعه بيضيف لي الام بواحد، يبقى الام ده بيعبر لي عن رقم اللفه او رقم او ترتيب الرقم اللي هو عمال يجمعه، فهنا هيبقى ام. تعالوا كده نحفظ المساله دي ونعملها كومبايل من ثاني ونشوف هل هيدي لي نفس النتائج. اداني نفس ال 39 رقم بافريج 53. طبعا موضوع الدروبس ده موضوع مهم جدا ولازم ان احنا ان شاء الله يعني ايه نتعود عليه، عشان كده هناخد مزيد من الامثله علشان نفهم الموضوع ده ان شاء الله. تعالوا نتطرق مع بعض الى امثله اصعب شويه في الجمل التكراريه. بيقول لي هنا البرنامج من 4 اكتب برنامجا لتضاعف الاعداد الاوليه من 1 حتى 100. عايزين نطبع الارقام الاوليه من 1 ل 100. ايه الارقام الاوليه؟ هي الالمنتري نمبرز. الارقام الاوليه عشان نفهمها، لو انا مثلا عندي 15 عايز اشوف هو اولي مش اولي. الارقام الاوليه تعريفه هو الرقم اللي بيقبل الاسم اللي ما يقبلش الاسم على اي رقم بدون باقي الا نفسه الواحد. يعني مثلا 15، ال 15 دي بتقبل الاسم على نفسها والواحد خلاص دي بعيده. طب نشوف بقى الارقام من 2 ل 14، هل ممكن في ارقام منها بتقبل الاسم بدون باقي؟ بتقبل الاسم على الاثنين بدون باقي؟ لا، في باقي نص. طيب على الثلاثة بدون باقي يبقى ده على طول مش اولي. لكن لو جينا نشوف رقم ثاني مثلا وليكن ال 23، هل ال 23 ده الارقام من 2 ل 22 هل بيقبل الاسم عليهم بدون باقي؟ لا، ولا رقم. كل رقم يقبل الاسم عليه بس لازم يكون في باقي، وده كده رقم اول. ازاي هنعمل برنامج يعمل لنا الكلام ده؟ تعالوا نخش على بعض على الفورتران ونشوف الكلام مع بعض.
هنجيب دلوقتي ملف جديد فاي نيو ونبدا نكتب فيه البتاع. احنا عشان نكتب الزنك ده هنكتبه الاول بصوره مبسطه. هنكتب له ايه؟ هنكتب له الاول رايت استريك كوما استريك انتر ذا نمبر تو تشيك اليمنتري، وهاجي هنا اقول له ريد استريك كوما استريك ان ده ان ده الرقم اللي انا عايز اعمل له تشيك، هل هو اليمنتري ولا اليمنتري. وهاجي هنا اكتب له ان ايكوال زيرو، وناخد بالنا من الحته اللي جايه دي. وهاجي هنا اقول له دو 10 اي بتساوي 2، ما انا عايز اشوف اختبر بالقسم على الارقام من 2 حتى ان ناقص 1 بزياده 1. هاجي لي اعمل حركه بسيطه بس ناخد بالنا منها، هقول له جي بتساوي ان على اي، وهنا اقول له الكي بتساوي جي في اي. ناخد بالنا شويه. الان نفترض ان 15، لما الاي ب 2 15 على 2 سبعة ونص، بس الجي دي متغير انتجر، احنا عارفين ان المتغيرات اللي تبدا باي جي كي ال ام ان دي متغيرات انتجر ما يتخزنش فيها غير رقم صحيح. فالان على الاي المفروض ان هي بكام؟ 15 بسبعة ونص، بس هو هيخزن منها كام؟ سبعة بس. لما اجي اضرب سبعة في 2 تاني الكي هتساوي كام؟ هتساوي 14 مش 15. يبقى انا هنا اكتب شرط اقول اف الكي ايكوال ام، لو حصل ان كي ايكوال ان يبقى ده كده يعني ان ده بيقبل الاسم بدون باء. ازاي؟ طب تعالى ناخد الثلاثه كده، الاي ب 3 ان ب 15، فنشرع 3 في الكام؟ في الخمس، يبقى يخزن هنا الايه؟ الخمسه كلها. لما يجي يضرب الخمسه في الثلاثه الثاني يساوي 15 اللي هو نفس الان. يبقى ناخد بالنا لو يقبل الاسم بدون باقي، ناخد بالنا لو في باقي هيحصل ان الجي دي هتعمل ايه؟ هتطنش الباقي، هتكنسل الباقي. لما تنزل الباقي ايه اللي هيحصل؟ تضرب الجي في الاي مره ثانيه تلاقي الكي ما هياش الان. فلو حصل ان الكي تساوي الان معناها ان ده الاي ده بيتقبل الاسم عليه بدون باقي. يبقى اجي انا اقول له ام بتساوي ام زائد واحد واقول له اند اف. يبقى هنا الحته دي تعني ايه بقى؟ انه لما يحصل كي تساوي الان يعني بيقبل الاسم بدون باقي هيزود الام بواحد. يبقى الام دي بتعبر عن عدد الارقام التي يقبل القسم عليها بدون باقي. هروح جاي هنا وكاتب 10 كونتينيو اللي هي اخر جمله تكرار. يبقى هو هيكرر الجزئيه دي للارقام الاثنين لان ناقص واحد بزياده واحد، ويشوف لي هل هو بيقبل اسم على الرقم اي ولا لا. لو بيقبل اسم يزود الام بواحد. بعد ما اخرج من اللوب دي هلاقي ان الام معايا بتعبر عن عدد الارقام التي يقبل القسم عليها بدون باقي. فلو جيت هنا قلت له اف ام ايكوال زيرو، يبقى ما لقاش ولا رقم يقبل الاسم عليه بدون باقي، يقوم يعمل ايه؟ هيروح كاتب لي هنا يقول لي رايت ذا نمبر، وممكن نقول له الان از اليمنتري و طب لو ما اتحققش ان الام بزيرو، يعني الام كانت بواحد ولا باثنين، يبقى هذا يعني ان الرقم ده از ايه؟ از نوت اليمنت. تعالوا مع بعض ننزل تحت كده ونيجي طبعا في نهايه البرنامج نكتب له ستوب وان، نحفظ الملف بتاعنا ده. بروجكت كومبايل عادي زي ما بنشتغل كده، بروجكت بيلد، بروجكت اكسكيوت. قال لي دخل الرقم تشوفه المنتر لا، نقول له 15. قال لي ذا نمبر 15 از نوت المنتر. يبقى الراجل كده شغال كويس. طب تعالى نشغله مره ثانيه ونشوف رقم ثاني. ال 91 مثلا. قال لي ال 91 ده از نوت المنتر. احنا ازاي ال 91 مش المنتر؟ ده ال 91 ما بيقبلش اسم لا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 مش عارف ايه. طب ازاي؟ ممكن هنا نعمل حركه بسيطه جدا. ممكن نيجي هنا لما الكي ايكوال ان، يعني لما يحصل ان الكي تساوي الان يعني يقبل الاسم على الاي بدون باي، ممكن اجي هنا اقول له رايت الاي. يعني لو حصل ان الكي بتقبل الاسم على الاي بدون باي اكتب لي الارقام اي اللي بيقبل الاسم عليها بدون باي. تعالوا كده الخطوات اللي عندنا دي محفوظه. هنيجي نقول ال 91
راح طبيعي للسبعة والتلاتاشر، يبقى زي يعني الواحد وتسعين تقبل القسم على السبعة والتلاتاشر بدون ده. بس للأسف الجملة اللي احنا بنبنيها فيها تبقى مش ظريفة لو الرقم بتاعنا كبير شوية. يعني انت لو كتبت له مثلا 256 راح جايب لك الأرقام كلها اللي بتقبل القسم عن 256، فلو رقم كبير 10,000 مش عارف وكام هيقعد يكتب الأرقام كتير جدا. فاحنا بس الجملة دي كنا حاطينها كده كتشيك لينا. طب أنا مش عايزها دلوقتي، خلاص ممكن احط بدل ما امسحها ممكن احط قد منها سي، ولقيت السطر بقى ازرق، وهذا يعني ده سطر كومنت يعني ملوش دخل في البرنامج، ده عباره عن جمله بس ايه كومنت كده ملهاش علاقه بالبرنامج. طيب البرنامج ده انا عايز اعممه بحيث يطبع لي الارقام من 1 ل 100 بدون الالمنتري. اولا هاجي اعمل سي هنا وسي هنا يبقى جملتين دول هلغيهم، وهاجي هنا اعمل دو 20 ال ان من 1 ل 100. ملحوظة مهمة انت نقولها ان لو الزيادة في الترقيم واحد ممكن ان احنا ايه ما نكتبهاش. يعني هو لو جاب جملة الدو ولقى بعد علامة التساوي في رقمين اتنين بس يفهم ان الزيادة في الترقيم واحد، زي ما اقول لك عد لي من 1 ل 100 يفهم، ما دام ما قلتش بزيادة كام يبقى زيادة واحد. يعني لو قلت لك عد لي من 1 ل 100 بزيادة اثنين، طيب بتعد لي 1 3 5 كده الوضع. يبقى احنا اللي هيحصل ان احنا نقول له دو 20 ان من 1 ل 100، وهنيجي في الاخر خالص هنا كده وهنكتب له جملة 20 ونقول له continue. هنشغل المسألة بتاعتنا دي، نعمل لها كومبايل وبيل وبعدين اكسكيوت. واضح ان هو هنا طبع لي كل الارقام، يقول لي 98 elementary، 90 is not elementary is not elementary. طبعا واضح ان هي ايه، طب انا مش عايز، انا عايز يطبع لي بس الالمنتري. طب سهله جدا، هاجي قدام الجمله دي اللي هي اللي يطبع لي انه مش المنتري واحط سي. يبقى لو حصل ان هو المنتري هيطبع لي الجمله دي، لو مش المنتري خلاص انا كنسلت كنسل عملت كنسل للجمله دي يبقى مش هيطبعها. تعال نشوف كده كومبايل بيل بروجكت اكسكيوت. طبع لي بس الارقام اللي ايه اللي هي نوت المنتري 79 83 89 97. واضح طبعا البرنامج ده برنامج ظريف وفي فكره انك ازاي تعرف الارقام الاوليه من الارقام الغير الاوليه. تعالوا مع بعض نعمل برنامج اسهل شويه من البرنامج اللي فات. بيقول لي من 5 اكتب برنامجا لحساب مضروب رقم الفاكتوريال بتاع رقم. تعالوا مع بعض نخش على الفورتر ونعمل البرنامج ده بسرعه كده، نلاقي برنامج سهل جدا ان شاء الله. احنا عايزين نكتب برنامج يطبع لي مضروب رقم. فاول حاجه هكتب للمستخدم رساله اقول له انتر ذا نمبر، وهنا اقول له ريد الان. احنا عارفين طبعا المضروب هو عباره عن حاصل الضرب 1 في 2 في 3 في 4 لغايه الان. فده اللي هيحصل، انا اجي هنا اقول له سم او فاكت فاكتوريال، فاكتوريال يعني بيساوي 1. طبعا ممكن يسميه ان فاكتوريال عشان يبقى ايه رقم برضه انت، ما هو عارفين ان عشان يجيب الفاكتوريال او المضروب لازم يجيب رقم صحيح، ولازم حاصل الضرب حاصل المضروب لازم يكون صحيح برضه. وهاجي انا اقول له 4 دو، 4 دي في البيزك لكن دو هي اللي في الفورتر، نقول له دو 10 الاي بتساوي 1 وان من 10 كونتينيو. ايه بقى اللي انا عايز اكرره؟ هقول له ان فاكتوريال، ان فاكت دي بتساوي ان فاكت مضروبه في الار. يبقى نشوف مع بعض اللي هيحصل. اولا هنا ما كتبتش زياده لان بتزود واحد، فهو هنا هياخد ان، لو الان قلت له بخمسه هيقول ان فاكت بتساوي كام؟ واحد. ويجي هنا دو 10 من كرر من هنا لغايه 10 الاي من واحد لخمسه، فهياخد الاي بواحد وينزل يقول ان فاكت الجديده تساوي ان فاكت القديمه في واحد، ويطلع يزود الاي واحد تبقى الاي باثنين، يبقى ان فاكت الجديده بتساوي ان فاكت القديمه في اثنين، ينزل يكرر الاي بثلاث في ثلاثه، يطلع يكرر الاي باربعه الاي باربعه خمسه الاي بخمسه، ينزل يكرر يطلع يخلي الاي بسته. وكل طبعا عارفين كل مره بيسال هل انا عديت الخمسه الان ولا لسه؟
لما يقبل لما يجي هنا ويقبل الاي بستة يقول له لا ده انت عديت، يقوم ينزل ويكمل برنامجها. يبقى الحته دي ببساطه جدا بيغير لي الاي من واحد لان، والجمله التكراريه دي بيضرب لي الان فاكت في الاي. طبعا هاجي هنا بسهوله جدا واكتب له رايت استريك كوما استريك فاكت او فاكتوريال اوف فاكتوريال اوف ان ايكوال ان فاكت، واجي انا اقول له ستوب وان. نفس البرنامج بتاعنا و كومبايل وبيل و اكسكيوت، قال لي دخل الرقم اقول له مثلا وليكن 5. الفاكتور بتاع 5 120 دي كلنا عارفينها طبعا. واضح طبعا ان دي برامج سهله جدا، وازاي ان انا بجمله الدو لوب بقدر اعمل برامج كتيره جدا باسلوب سهل. طبعا قدام هنتعلم يعني ان شاء الله مثلا عشان نشوف حته معينه لو بستة. واضح ان هنا لما بكتب في جملة الرايت الكتابة مش متناسقة، يعني فاكتوريال اوف بيسيب مسافة كبيرة جدا وبيسيب تساوي مسافة كبيرة جدا 27. هنتعلم قدام ان شاء الله ازاي نكتب جملة رايت بفورمات معينة علشان يبقى شكلها متناسق ان شاء الله. تعالوا مع بعض نتكلم على موضوع مهم شوية اللي هو موضوع المصفوفات ماتريسيز. عشان أول خطوة في أي برنامج في مصفوفة لازم أول خطوة في البرنامج إن إحنا نوصف المصفوفة، يعني نقول البرنامج خد بالك إن في هنستخدم متغير وده يكون مصفوفة حجمه قد كده. طبعا عشان نوصف مصفوفة بنيجي في أول سطر في البرنامج ونكتب له جملة دايمنشن ونكتب قدامها أسماء المصفوفات المطلوب توصيفها ومقاسها. يعني ناخد مثال، يعني ماذا ممكن نكتبه دايمنشن A بين قوسين 5، يبقى هو كده يفهم ان ال A دي ما هياش متغير، مش متغير وحيد، لا متغير مصفوفة. المتغير الوحيد نخزن فيه قيمة واحدة بس، لكن المتغير المصفوفة A 5 دي نقدر نخزن فيها 5 أرقام. ده أنا ممكن أقول الكوما كمان دي 4 و5، يبقى معناها دي مصفوفة مربعة أو مستطيلة، عدد الصفوف 4 وعدد الأعمدة 5. ده أنا ممكن كمان أكتب له C 2 و3 و5، دي مصفوفة 3 دايمنشن. يعني عدد الصفوف 2 وعدد الاعمده 3 وعدد اللايرز 5. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل برنامج. وليكن مثلا عايزين نعمل برنامج، نكتب برنامجا لحساب مجموع مصفوفتي عمود. يعني عايزين نعمل برنامج ان سي بتساوي ايه زائد بي. واحنا عارفين طبعا ان احنا بنيجي نجمع مصفوفتين فلازم الثلاث مصفوفات مصفوفه ايه وبي وسي لازم اول حاجه يكون نفس المقاس. تاني حاجة لازم ان يكون المصفوفة لما اجمع لازم اراعي ان كل عنصر في المصفوفة سي يساوي مجموع العنصرين المناظرين له في المصفوفة اي وبي. عشان كده هو كاتب لي القانون العام سي اوف اي بيساوي اي اوف اي زائد بي اوف اي. يعني مثلا سي اوف 3 بتساوي اي اوف 3 زائد بي اوف 3، سي اوف 4 بتساوي اي اوف 4 زائد بي اوف 4. تعالوا نخش مع بعض على الفطرة ونشوف ازاي نعمل برنامج. طبعا من هنا بالرجوع للكلام الاولاني احنا خدناه ان احنا عندنا دلوقتي المصفوفه A و B دول مدخلات، والمصفوفه دي عباره عن ايه؟ عن مخرج. يبقى تعالوا بقى نشوف ازاي ندخل المصفوفه. احنا اتعلمنا قبل كده ان احنا عشان ندخل متغير بنيجي نكتب له ريد استريك كوما استريك A. الكلام ده انا عايز اقرا ايه بس متغير وحيد، لكن لو متغير مصفوفه لازم في الاول اكتب له جمله دايمنشن الاي دي كام وليكن مثلا مقاس 10. طيب والبي كمان هتكون مقاس 10 والسي هتكون مقاس 10. عشان بقى نقرا المصفوفه الاي دي مش رقم وحيد، ده الاي دي وليكن مثلا 5 ارقام. يبقى لازم اول حاجه خد بالك معايا نقرا مقاس المصفوفة. يعني ممكن واحد عايز يجمع مصفوفتين الاي زائد بي تساوي سي، حيث ان الاي دي مصفوفة عمود مقاسها 5، وبعد كده عايز يجمع لا مقاسها 6. يبقى لازم الاول ندخل مقاس المصفوفة، ده اللي هنعمله دلوقتي. اقول له رايت استريك كوما استريك انتر
the size of matrices. وهنقول له ريد استرك كوما استرك ان. ناخد بالنا لازم طبعا احنا فوق حاجزين 10 اماكن للايه وحاجزين 10 اماكن للبي 10 اماكن للسي، لازم الان اللي تخش تكون اقل من 10 او تساوي 10، لان انا حاجز 10 اماكن، لو جيت ادخل 11 طب الرقم 10 هيخزنه فين؟ اذا كان هم انا حاجز له بس في الذاكره 10 اماكن بس. طب عايزين بقى دلوقتي نقرا الموصوفه ايه؟ بس الموصوفه ايه دي مش رقم، ده دي يعني ايه؟ عباره عن ان من الارقام، يبقى لازم اجي اعمل هنا دو اي بتساوي 1 وان دو 10 اي بتساوي 1 وان، واجي هنا بجمله 10 واكتب له ريدو. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل هنا. الاي بتاخد قيمه من 1 لان وليكن مثلا ان ب 5، يبقى اللي هيحصل ان الاي تاخد قيمه ب1 ويجي هنا يقول له ريد اترك وما اترك ايه اوف 1، ويرجع تاني يزود الاي تبقى الاي ب2 ويجي هنا يقول له ريد ايه اوف 2، يخلي الاي يزود الاي ب1 والاي ب3 يقرا ايه اوف 3، يخلي الاي ب4 ايه اوف 4، الاي ب5 ايه اوف 5، خلاص وصل خلص ال 5 ينزل. نفس القصه هنعملها ان احنا نيجي هنا نقول له دو 20 فاي بتساوي 1 وان، وفي جمله 20 هنقول له ريد استرك كوما استرك بي اوف ان. يبقى دي اول ملحوظه لازم ناخد بالنا منها، ان احنا دلوقتي علشان نقرا مصفوفه ما ينفعش نقراها بخط واحد، لازم نعمل جمله تكراريه اللي هي جمله الدو عشان يلف لي على العناصر عنصر عنصر. انا عايز اقرا خمس عناصر بي، يبقى لازم الاي دي تتغير من واحد لان. ازاي تتغير؟ عن طريق جمله الدو. نفس القصه لو احنا عايزين بعد ما هنحسب السي عايزين نطبع السي، نفس القصه نيجي هنا نقول له دو 40 اي بتساوي 1 وان، وفي جمله 40 هكتب له رايت استرك كوما استرك سي، مش سي بس لازم اقول له سي اوف اي اوف اي. طيب هو يفهم هنا ان هو هيغير الاي من واحد لان. الاي دي بقى كان مثلا الان كانت بخمسه، يبقى الاي مره تاخد قيمه بواحد ويطبع لي قيمه السي اوف واحد، يطلع فوق يكرر يخلي الاي باثنين ويطبع لي سي اوف اثنين، الاي بثلاثه والسي اوف ثلاثه، الاي باربعه والسي اوف اربعه، الاي بخمسه والسي اوف خمسه. طيب انا يبقى كده عملت الجزء بتاع القراءه والجزء بتاع الكتاب. طب عايز اعمل جزء الحساب برضه نفس القصه، ما ينفعش اجي هنا اقول له سي بتساوي ايه زائد بي، ما يفهمهاش، ان انا لازم اقول له ان كل عنصر في السي يناظر يساوي مجموع العنصرين المناظرين له في الاي والبي. فده لا يحصل، ان انا اجي هنا اقول له دو 30 اي بتساوي 1 وان، وفي جمله 30 هكتب له سي اوف اي تساوي A اوف I زائد B اوف I. يبقى يتفهم من كده ان هيكرر الاي من واحد لال، وكل مره لما الاي بواحد يبقى C اوف 1 بتساوي A اوف 1 زائد B اوف 1. لما الاي باثنين يطلع يزود الاي باثنين تبقى الاي باثنين، يبقى C اوف 2 بتساوي A اوف 2 زائد B اوف 2، وهكذا هيقعد يحسب المصفوفه بتاعتنا. دلوقتي بسهوله جدا البرنامج بتاعنا خلص، هنكتب له الجملتين المشهورتين بتوعنا ستوب وان، هنحفظ المساله بتاعتنا دي وليكن باسم عاطف 12. زي ما عرفنا قبل كده عشان نحل لازم نمر ثلاث خطوات، اول حاجه كومباين يرمز الحمد لله، ديلت برضه مفيش ايرور. تعالوا مع بعض نعمل اكسكيوت. اول حاجه بيقول لي انتر ذا سايز اوف ماتريسيز وليكن بثلاثه. طيب واضح طبعا ان المفروض كنت اكتب له الجمله انني يقول لي دخل المصفوفه ايه؟ يعني دلوقتي مستني دخل مصفوفه ايه؟ وليكن مصفوفه ايه 1 2 و3. مستني مين اللي دخل مصفوفه بي؟ اكتب له 4 5 6. راح هو طبيعي المصفوفه سي. افتكر معايا بص الاي 1 و2 و3 والبي 4 و5 و6. لو جمعت 1 مع ال 4 تساوي 5، 2 مع ال 5 تساوي 7. 3 مع 6 تساوي 9، بس البرنامج ده فيه عيب بسيط ان هو المفروض كان يقول لي هنا رساله يقول لي دخل المصفى ايه ويقول لي دخل هنا المصفى سي. تعالوا مع بعض نرجع للبرنامج بتاعنا ونعدل فيه التعديل البسيطه دي. خد بالكم معايا، هنيجي هنا ونكتب له رايت انتر ذا فيرست ماتريكس. تعالوا خد بالكم في هنا مشكله خطيره عملناها، ان احنا كتبنا جمله الرايت جوه التكرار، فاللي يحصل ان هو كل مره هيقعد يكتب له الجمله دي، يعني وهو بيلف من الاي دي جمله تكراريه، الاي بتتغير من واحد لان وليكن مثلا من واحد لثلاثه، يبقى مع كل لفه هيكتب لي انتر ذا فيرست ماتريكس، انتر ذا فيرست ماتريكس، لا ده انا المفروض دي اطلعها فين؟ قبل جمله الدو بحيث ما يكررهاش له.
واحط واحدة زيها هنا واقول له انتر ذا سكند ماتريكس. وممكن اجي هنا قبل برضو الطباعة اقول له برضو جملة رايت، اقول له the sum matrix، واكتب له في الاخر علامة تساوي. يبقى هو كده قبل ما هيقرا النصفة ايه هيدي يرسل، يقول انتر ذا فيرست ماتريكس. قبل ما يقرا النصفة دي هيقول له انتر ذا سكند ماتريكس. قبل ما يرضى هيكتب لي في السم ماتريكس. تعالوا نعمل الخطوات بتاعتها من تاني كومباين، وبعدين تيلت، وبعدين اكسكيوت. قال لي انتر ذا سايز اوف ماتريكسز، اقول له 3. فاذا طلع لو انتر ذا فيرست ماتريكس 1 2 3، انتر ذا سكند ماتريكس 4 5 6، راح تلاقي ذا سم ماتريكس ايكوال 5 7. طبعا البرنامج احنا عملناه ده يقدر يشتغل مع اي عدد من المقاس، بس اهم حاجه يكون اصغر من او يساوي 10. يعني ممكن نشغله مره ثانيه اكسكيوت على طول، طبعا ما دام البرنامج شغال وما عدلتش فيه اشغله مره ثانيه. ممكن اكتب له مثلا 5 1 2 3 4 5، النصفه الثانيه 6 7 8 9 10. فراح هو كاتب لي 1 مع 6 تساوي 7، 2 مع 7 تساوي 9، 11 13 15. يبقى احنا كده عملنا برنامج لجمع مصفوفات. تعالوا مع بعض نرجع نعمل برنامج تاني اصعب شويه. بيقول لي اكتب برنامجا لحساب مجموع مصفوفتين. هنا البرنامج اللي فات انا كنت بعمل برنامج يجمع مصفوفتين عمود، يعني السي والاي والبي كان 1 دايمنشن ماتريكس، لكن هنا انا عايز اجمع ايه 2 دايمنشن ماتريكسز مع بعض. يعني المصفوفه ايه دي هتكون مصفوفه ايه مستطيله، والمصفوفه مستطيله، والمصفوفه مستطيله. ولازم برضو ان مقاس المصفوفه سي هو نفسه مقاس المصفوفه ايه، هو نفسه مقاس المصفوفه دي. تعالوا مع بعض نحفظ المساله بتاعتنا دي باسم جديد ونعدل فيها. نقول له سيف كاس، هنسميه عاطف 12 13. خد بالك معايا، اول حاجه المصفوفه ايه دي هتكون مصفوفه مربعه، يبقى السايز بتاعها هيبقى 10 و10 10 و10 والسي 10 و10. هنا كنت بدخل السايز اوف ماتريسيز، هنا كان هنا رقم واحد بس، لا هنا هيبقى ايه رقمين ان وام، لان هنا هنقول له ان عدد الصفوف 3 وعدد الاعمده مثلا 4. يجي هنا يقول لي انتر ذا فيرست ماتريكس. في حته بقى مهمه لازم نعملها هنا، ان انا كنت عامل دو لوب، شايفينها بتاعت الدو 10 دي كانت بتكرر لي علشان اكتب عشان اعرف اقرا فيها المصفوفه ايه، فكانت الاي دي تتغير من واحد الى ان ويقعد مره يقرا لي ايه اف 1 2 و3. المشكله انا عندي دلوقتي ان انا عندي المصفوفه بتاعتي دلوقتي بقى ليها 2 دايمنشن، يبقى لازم اعمل هنا جمله ثانيه دو 10 الجي بتساوي 1 وام، واقرا هنا اي اي وجي. تعالوا مع بعض نفهم الحته دي مع بعض. انا دلوقتي عندي الدو 10، الدو 10 اي 1 وان، دي كده بتلف لي على ارقام الصفوف، لكن الدو الثانيه دو جي 1 وام بتلف لي على ارقام الاعمده. يبقى تعالوا ناخد مع بعض مثلا مثال على هذا الكلام ده. تعالوا مع بعض نشوف الحته دي لانها من الحاجات المهمه اللي احنا المفروض. لو تخيلنا مع بعض ان احنا في عندنا مصفوفة ايه كمقاسها 2 و3، يعني لو بصينا للذاكرة هنلاقي ان هو لما يسألني هنا يقول لي ريد ان وام، انا راح قلت له ايه 2 و3، يبقى الكمبيوتر يفهم ان الام بتاعتي 2 والام بتاعتي ب3. يبقى دي اول حاجة ايه دخلتها. طيب هي طبعا يرزق يقول لي انتر ذا فيرست ماتريكس ماتريكس. لما يجي هنا بقى يقول لي دو اي 1 وان، ان عندنا بكام؟ ب2. يبقى كان الاي بتاعتي بتتغير من كام لكام؟ من 1 الى 2. طيب وبعدين دو جي 1 وام، الام بكام؟ ب3. كان الجي بتتغير من كام؟ من 1 الى 3. طيب هنيجي ننزل بعد كده نلاقيه يكتب لي ريد اترك كوما اترك اي اي وجي. نركز مع بعض، الاي اول قيمه هتاخدها هي الواحد، والجي اول قيمه هتاخدها هي الواحد. يبقى الاي هنا بواحد والجي بواحد، هينزل هنا يقول له ريد استرك كوما استرك اي واحد وواحد، يروح عامل في الذاكره خانه اي واحد وواحد. انا طبعا هيقول لك ريد
اترك واترك ايه واحد وواحد، واحد واحد بكام؟ بواحد. يبقى انت هتروح جاي مدخل له واحد، يوم الراجل يخزن لك رقم واحد فين؟ في المخزن اللي اسمه ايه واحد واحد. دي حته مهمه جدا، ان المتغير ام وام واي وجي دي متغيرات احاديه بيخزن فيها قيمه واحده بس، لكن الاي دي انت مديها فوق جمله دايمنشن، فعشان كده هو الراجل بيحجز لها مكان 10 في 10. طبعا احنا هنا مبينين بس جزء من الذاكره صغير اللي في السنه اللي احنا هنعوزه. يبقى نرجع تاني، الاي خد القيمه الابتدائيه بواحد، والجي خد القيمه الابتدائيه بواحد، جه وصل للجمله دي قال له ريد اترك وما اترك ايه واحد وواحد. طيب جمله 10 دي هي جمله نهايه التكرار، معناه ان هو هيرجع تاني. طب يرجع لمين؟ يرجع للدو دي ولا الدو اللي فوق؟ ما في اثنين دو منتهيين بنفس الايه؟ بنفس العشره. يرجع لاقرب دو، يعني يرجع للعشره دي، يعني هيرجع هنا يلاقي ان الجي كانت قيمتها بواحد، يعني الجي بتتغير من واحد لثلاثه. طب الجي كانت بواحد يعمل ايه؟ يغير قيمه الجي ويخلي قيمه الجي بكام؟ باتنين. الاي لا زالت قيمتها بكام؟ نركز مع بعض، الاي لا زالت قيمتها يا جماعه بواحد، الاي لا زالت قيمتها بواحد، انه ما رجعش لهنا، ده هو بيرجع للقريب الاول. الجي بقت باتنين، لما ينزل عند الجمله دي يبقى ريد مين؟ ايه اي وجي؟ ايه واحد واثنين، يبقى يقرا ايه واحد واثنين اللي هو رقم كام؟ اتنين، يبقى هيجي يطلب منك يقول لك دخل لي ايه واحد واثنين، تروح انت كاتب له اتنين. طيب يجي بعد كده خلص وصل جملة 10، يجي تاني يرجع يروح قاري دو 10 جي واحد وام، الام بكام؟ بتلاتة، والجي بكام؟ باتنين. وصلت النهاية؟ لا لسه، زود كمان واحد، يبقى الجي بتاعتنا هتبقى قيمتها الجديدة بكام؟ بتلاتة. يبقى يجي يقرا هنا يقول لي ريد اتركم اترك ايه واحد وتلاتة، عايز يقرا ايه واحد وتلاتة تتخلوا قيمة تلاتة، يروح مخزن رقم تلاتة هنا. في حته بس انا عايز اوضحها في البرنامج بتاعنا، الحته عشان كده مختصرين عاملين اختصار. البرامج اللي قبل كده كنا بنعمل جمله كونتين، يعني خد بالك معايا انا كان ممكن اعمل دي 11 او دي 11 ودي 12 والغي جمله 10 خالص واخلي هنا جمله 11 كونتينيو وجمله 12 كونتينيو. خد بالك دي معناها ايه؟ معناه ان في دو كرر لغايه جمله 12 الاي من واحد، لان بيكرر اللي جوه ده كله. واجي هنا اقول له كرر اللي جوه من واحد من عندي ال 11، واخدين بالنا؟ كرر لي كل الكلام ده. يبقى انا هنا فصلت الجملتين دول عن بعض، يعني دو 11 معناه ان اللي جوه ده يتكرر لغايه جمله 11. خلصت اللي جوه ابدا اكرر اللي بره لغايه 12. واخدين بالنا؟ واخدين بالنا؟ ممكن ان انا طبعا اختصر الكلام ده زي ما عملته المره اللي فاتت، في ان انا عملت هي النهايه بتاعت جمله واحده بس، ان انا اخلي دو خد بالك معايا من الحته اللي انا عملها دلوقتي. ممكن ان انا اخلي دي 11 دو 11 ودو 11، يعني ممكن اخلي الاثنين دو ينتهم عند نفس الايه؟ عند نفس الجمله. طب لما يجي يرجع لمين؟ يرجع للقريب الاول يخلصه، وبعدين يبدا يرجع لمين؟ للبعيد. طبعا ممكن احنا نختصر كل الكلام ده من غير ده خالص، ونكتب جمله 10 قدام مين؟ قدام جمله الكونتين. واظن واضحه الحته دي، نخلي دي 10 ودي 10. نرجع تاني نشوف اللي احنا عملناه. ناخد بالنا احنا دلوقتي الاي كانت بواحد، الجي اتغيرت من واحد لثلاثة، الاي ثابتة بواحد معناها الصف الأول، والجي بتتغير من واحد لثلاثة معناه إن هو عمال يقرا لمين؟ يقرا العمود الأول الثاني الثالث، ده اللي حصل، الصف الأول عمود أول ثاني ثالث. طيب لما يجي هنا يلاقي الجي بثلاثة، هل ينفع يزودها تبقى أربعة؟ لا، ده الحد الأقصى بتاعها بثلاثة، يبقى يقول لك خلاص، يبقى أنا خلصت جملة التكرار دي، يبقى أرجع أتنقل لجملة التكرار اللي بعديها. اللي هي دو 10 اي واحد وان، الاي كانت بكام؟ كانت بواحد، والحد الاقصى بتاعها بكام؟ باثنين، يعني لسه في فرصه، يوم يزود الاي تبقى الاي بكام؟ تبقى الاي باثنين. ويجي يبدا ينزل مره ثانيه على دو جي واحد وام، بيبتديها من جديد، يبقى يدي الجي قيمه جديده اللي هي بواحد.
ما خلاص ما دام دخل على جملة، خد بالك معايا ان جملة الدولة هو دخل لها من فوق بيدي جي قوة ابتدائية، لو هو رجع لها من التكرار بيزودها واحد. يعني الحتة دي لو هو داخل جملة الدولة 10 جي واحد وام من فوق يبقى يفهم ان دي اول مرة يخش عليها يوم يديها قوة ابتدائية اللي هي بواحد. لكن لو هو رجع لها من تحت يعني بيكرر يبقى يعني هذا ايه؟ يعني انه يزود على الجي واحد. تعالوا نشوف مع بعض كده، يبقى دلوقتي هيقول له ريد اي اي وجي، الاي دي كام؟ باثنين، والجي بكام؟ بواحد، معناها اقرا لي اي اثنين وواحد اللي هي باربعه، يبقى هيجي انا في المخزن ده كده ويكتب لي كام؟ اربعه. طب لما يجي يرجع، يرجع لجمله الدو جي ولا الدو اي؟ الدو جي، لان الدو جي هي الاقرب. طب يلاقي الاي جي بكام؟ بواحد، والحد الاقصى بثلاثه، يقوم يجي يزودها واحد تبقى الجي باثنين، يبقى هيجي هنا يقرا ايه؟ اثنين واثنين، يبقى عايز يقرا دو اثنين واثنين اللي هو بخمسه، يروح جاي في المخزن بتاع اثنين واثنين ويخزن خمسه. يرجع تاني مره تانيه يزود الجي بواحد، هو دايما بيزود الاقرب. الجي بكام؟ بثلاثة، يبقى الجي بقت بثلاثة، يبقى يقرا الاي اي وجي اي اثنين وثلاثة اللي هو قيمته بستة. يا جماعة يبقى هو كده لغاية دلوقتي خلى الجي بثلاثة. خد بالك بقى لما يجي يرجع لدو جي عايز يزود الجي بواحد، بس الحد الأقصى للجي بكام؟ بام اللي هو ثلاثة، وهو قيمته بكام؟ بثلاثة، يبقى هو كده خلص اللوب دي، يتنقل للوب اللي أبعدها أو اللي أبعد منها اللي هي دو اي. الاي بكام؟ باثنين، والحد الأقصى بكام؟ باثنين، ينفع يزودها ولا ما ينفعش؟ يبقى ينزل يكمل بقية البرنامج. وضحت يا جماعة الحتة دي؟ نفس اللي عملناه فوق هنعمله هنا تاني، هنقول دو 20 جي بتساوي واحد وام، وهنا هيقرأ بي اي وجي. نفس الكلام في الحساب، الحساب ما ينفعش اعمل فيه جملة دو واحدة، لازم اعمل فيه ايه؟ جملة اثنين دو. دو 30 جي بتساوي واحد وام، بحيث لما يجي هنا هيحسب مش سي اوف اي، سي اوف اي وجي بتساوي ايه اوف اي وجي زائد بي اوف اي وجي، وده اللي احنا شفناه هنا ان القانون العام بتاع جمع المصروفتين هو سي اي وجي بتساوي ايه اي وجي زائد بي اي وجي. نفس الكلام لما اطبع، لما اطبع هيجي اطبع ايه؟ برضو مش اي بس، هاجي اعمل دو ثانيه واحد وام، ولما اطبع اطبع مين؟ اطبع السي اي وجي. ملحوظ هنا ينبغي ان ننبه اليها، ان انا لما جيت اقرا الدو اللي جوه اللي بره بتاع السي اي اللي هي بتعبر عن الصف، والدو اللي جوه بتعبر طبعا ايه اللي بين الاي والجي كوما. خد بالك معايا الدو اوف اي اللي بره بتاعت مين؟ بتاعت الصف، والدو اللي جوه بتاعت مين؟ بتاعت العمود. لما يجي يقرا خد بالك هو بيثبت الدو اللي بره ويقرا اللي جوه ويغير اللي جوه، بيثبت اللي بره اللي هي الاي اللي هي الصف ويغير العمود، وبعدين يغير الصف ويثبته بعد كده ويغير العمود. يبقى دي ملحوظه مهمه ان انا لما اجي اقرا المصفوفه دي هقراها ايه؟ صفا صفا. يبقى لما اجي اقرا المصفوفه ايه؟ هقراها صفا صفا. ولما اجي اقرا المصفوفه دي هقراها برضه صفا صفا. ولما اجي اقرا المصفوفه دي ولما اجي احسبها هيحسبها صفا صفا. ولما اجي اطبعها هيطبعها لي ايه؟ صفا صفا. تعالوا مع بعض نحفظ المسألة دي. وتعالوا نشغلها نشوف كده مثال مع بعض. لو جينا نشوف المثال احنا كنا بنتكلم عليه، لو المصفوفة ايه 2 في 3 ارقامها 1 2 3 4 5 6، المصفوفة دي 11 12 13 14 15 16. لو جينا جمعناهم مع بعض هنلاقي المصفوفة سي عبارة عن كام؟ 12 14 16 18 20 22. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج بتاع ده. هنخش طبعا بروجكت كومبايل، مفيش ايرورز الحمد لله، بروجكت بيل، بروجكت اكسكيوت. ركز معايا، اول حاجة قال لي انتر ذا سايز اوف ماتريكس سي، طبعا السايز هنا لازم يكون رقمين اللي هو 2 كوما 3. قال لي انتر ذا فيرست ماتريكس اللي هي كانت 1 2 3 4 5 6. خد بالكم احنا بندخل مصفوفه صفا صف. قال لي انتر ذا سكند ماتريكس 11 12 13 14 15 16. راح هو طابع لي السم ماتريكس 12 14 16 18 20 22. طبعا في هنا مشكله ان المصفوفه المربعه ما طلعتش مربعه، طلعت عباره عن ايه؟ عن مصفوفه صف او مصفوفه عمود.
فلو انا عايز بقى ادخل المصفوفه او اطلع المصفوفه وهي مربعه، ناخد بالنا في حته بسيطه شويه، في حاجه اسمها اكسبليسيف دولوب وامبليسيف دولوب. يعني شايفين الدولوب اللي قدامنا دي؟ دي دولوب صريحه مكتوبه. انا ممكن اجي هنا والغي الدولوب خالص بتاعت الجيل اللي بتعبر عن العمود. بس هي المشكله كلها في ايه؟ ان هو دلوقتي بيعدي على جمله، كل ما يعدي على جمله الرايت يضع في سطر جديد. يبقى هو بيعدي على جمله الرايت دي كم مره؟ ست مرات. ست مرات الاي بواحد يخلي الجي مره بواحد واثنين وثلاثه، الاي باثنين الجي بواحد واثنين وثلاثه، يبقى هو كده هيعدي على جمله الرايت ست مرات، يقوم يطبع في سطر جديد ست مرات. طب انا بقى لو عايزه يطبع في سطرين اثنين بس، يعني عايز يطبع لما يكونوا نفس العمود في نفس الصف بس عمدان مختلفه، يطبعوا في نفس الصف. خد بالك معايا، هنلغي الصف الجمله دي، احنا كده سي، وهنيجي هنا انا مش عايز، خد بالك معايا الفكره كلها، انا مش عايزه يكرر وهو بيغير العمود يتنقل لسطر جديد. فانا باجي هنا اكتب له جي بتساوي واحد والف. ناخد بالنا من دي اسمها امبليسيت دولوب، يعني دولوب ضمنيه. يعني انا قلت له ايه؟ خد بالك معايا، قلت له دو 40 اي واحد وان، يعني غير الاي من واحد لان، اطبع لي السي اوف اي وجي حيث ان الجي بتتغير من واحد لان في نفس السطر، ما دام في نفس السطر يبقى هيضحوا لي في نفس السطر. تعال نشوف كده، بروجكت كومبايل، بروجكت ديل، بروجكت اكسكيوت، المقاس بتاعنا 2.3 لو فكرنا 1 2 3 4 5 6، والماتريكس الثانيه برضه 11 12 13 14 15 16. خد بالك طبعها لي في صوره ايه؟ مصفوفه مربعه. طبعا ممكن اللي احنا عملناه في جمله الرايت بتاعت السي دي نعملها مره ثانيه في الجمل بتاعت الريد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اقرا المصفوفه ايه؟ بقراها دخلها عنصر عنصر، لا ده انا ممكن اعطل الجمله دي اللي هي بتاعت الدو والاكسبليسيت بتاعت الجي واخليها امبليسيت. نفس القصه ممكن الغي جمله الدو والاكسبليسيت بتاعت الريد بتاعت الدي واخليها ايه؟ امبليسيت. تعالوا مع بعض نحفظ كده المساله دي ونعمل لها كومبايل، مفيش ايرورز الحمد لله، وبيلد مفيش ايرورز برضه. تعالوا نشتغل كده، بيقول دخل السيلز بتاعت الفيرست سي، بقول له 2.3، دخل الفيرست ماتريكس، بقول له 1 2 3 4 5 6. طب السكند ماتريكس بقول له 11 12 13 14 15 16. راح طالع لي برضه مصفوفه الصم في صوره مصفوفه، يبقى هنا طبعا افضل، ما دخلت مصفوفه ايه؟ في صوره مصفوفه. تعالوا نتطرق مع بعض الى برنامج جديد. بيقول لي اكتب برنامجا لحساب حاصل ضرب مصفوفتين، عايزين نضرب مصفوفتين في بعض. القانون العام بتاع ضرب مصفوفتين هو سي اوف اي وجي يساوي سيجما من كي الواحد الى ان اي اوف اي وكي في بي اوف كي وجي. جبنا القانون ده منين؟ تعالوا نشوف مع بعض بسهوله. لو احنا عندنا مصفوفه الـ A 2 في 3 والـ B 3 في 4، طبعا واضح وعارفين قبل كده إن لازم عدد الأعمدة بتاعت المصفوفة الأولانية يساوي عدد الصفوف بتاعت المصفوفة الثانية، وإن حاصل الضرب بتاعهم اللي هو المصفوفة C هيبقى كام؟ 2 في 4. طب سلام، في عندنا مصفوفة 1 في 2 في 3 كده زي الأولام دي، 1 2 3 4 5 6. نضربها في مصفوفة B 3 في 4 والـ L مستلزم مصفوفة قدامنا. لو عايزين نجيب العنصر الأولاني ده اللي هو C 1 1 أو سي 1 2 أي عنصر، هنيجي نقول الصف الأول في العمود الأول، صح؟ ده نجيب العنصر ده، تعالوا نشوفه مع بعض كده، 1 في 2 ب 2، 2 في 7 ب 14، و 3 في 1 ب 3، يبقى 2 زائد 14 زائد 3 يساوي 19، مظبوط. طب عايزين نجيب العنصر الثاني هنا اللي هو سي 1 و 2، هنضرب الصف الأول في العمود الثاني، صح؟ ونقول 1 في 4 زائد 2 في 8 زائد 3 في 5. لو حبينا نكتب القانون ده نقول ان سي 1 و 2 هيساوي A 1 1 في B 1 2 زائد A 1 2 في B 2 2 زائد A 1 3 في B، المفروض B مش M، B 3 و 2. لو حبينا نشوف مع بعض كده هنلاقي ان دي واحد دايما، صح؟ والبي هنلاقي التاني ده دايما اتنين
اتنين اتنين. والعمق اللي بينهم ده بقى ان ده مره واحد وده مره اتنين وده مره ثلاثه، صح؟ يبقى كأن انا بجمع summation a اوف واحد و k في b اوف k واتنين، حيث ال k دي بتتغير مره تبقى واحد ومره تبقى اتنين ومره تبقى ايه؟ ثلاثه. يبقى ال k بتتغير من واحد الى ثلاثه. الثلاثه دي اللي هي ايه؟ اللي هي الرقم المشترك ما بين الاثنين دول. طب كلام كويس جدا. طيب نيجي بقى دلوقتي نشوف، يبقى لو حبينا نعمم القانون ده، يبقى سي اوف اي وجي، اي عنصر بقى سي اي وجي، المفروض يساوي سميشن كي من واحد الى ام، حيث الام ده اللي هو الايه؟ الرقم المشترك اللي هو عدد اعمده المصفوفه الاولى او عدد صفوف الايه؟ المصفوفه الثانيه. مضروب في بي اوف كي وجي. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض ازاي نعمل البرنامج ده على الفورتران. هنجيب مسألة جديدة. هنيجي أول حاجة هنقطع دايمنشن. الـ A 10 و 10 والـ B 10 و 10. طبعا السايز اللي احنا بندخله ده يعتبر هو السايز الماكسيمم المتاح ليا، لان انا كده بعجز في الذاكره للمصفوفه ايه 10 في 10 يعني 100 خانه، ودي بصفه تحديدا عندي مصفوفه اكبر من كده، لا يبقى لازم ان احنا بقى نعمل ايه؟ ندخلها نغير الارقام دي نخليها مثلا 100 في 100 و100 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 و100. بس طبعا دي حسب حجم المساله اللي عندي، لو واحد عنده مساله كبيره قوي بقى ممكن يخليها كام؟ 1000 في 1000. هنبدا دلوقتي عايزين نقرا المصفوفه. اول حاجه نقرا السايز بتاع المصفوفات. فهني انا نكتب له جمله سايز أسترك مع أسترك enter the size of first matrix. نيجي هنا نقول له enter please أسترك مع أسترك n و m أو نسميها n واحد و m واحد، أو بنسميها إن إيه وإن إيه. هنيجي بعد كده ريد برضه نكتب نفس الجملتين دول عشان نقرا مقاس المصفوفة الثانية. هنقول إنتر في السايز أوف سكند ماتريكس، فهيبقى إيه؟ بنقرا إن بي وإن بي. هيبقى دلوقتي مطلوب مننا إن إحنا نبدا نقرا بقى المصفوفات A و B. طبعا المفروض نعمل تشيك، المفروض نعمل تشيك دلوقتي على هل ينفع ندي المصفوفتين دول في بعض ولا لا. والتشيك ده احنا عارفينه، لازم عدد اعمده المصفوفه الاولانيه يساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. يعني ممكن نعمل اف كونديشن، نقول اف ام ايه not equal لا تساوي ان بي. يبقى ايه بقى اللي حصل؟ يبقى طبعا ما ينفعش تتحل. نروح كاتبين له رايت، نقول له رايت كده the size of two matrices not اللعب. يعني السايز ما ينفعش ان انا ايه اضرب، وطبعا هنعمل له هنا اند واند اف. الاند دي عشان ايه؟ او ستوب واند اف. ستوب عشان يخلص البرنامج ما يكملش البرنامج. لو حصل ان عدد الصفوف بتاع عدد الاعمده بتاعت المصفوفه الاولى لا تساوي عدد اعمده المصفوفه الثانيه يبقى ما يكملش الحل. طب لو ما كانش بقى نقدر ندخل، هنيجي طبعا ممكن احنا ايه نجيب برنامج من احنا كنا عاملينهم قبل كده لو نفتكر، اللي هو كان فيه انتر ذا فيرست ماتريكس وذا سكند ماتريكس. فاكرين طبعا الكلام ده مع بعض. ممكن ناخده من هنا نوديه في البرنامج الجديد بتاعنا. ايه رايت انتر ذا فيرست ماتريكس ويدخله من. طبعا السايز بتاعنا هو ان ايه وان ايه، والمصفوفه الثانيه هيبقى ان بي و سي. يبقى انا كده في الحته دي عملت ايه؟ كتبت المصفوفين. وممكن كمان من البرنامج اللي فات ان انا اخد الجزء بتاع الطباعه.
اللي هو بتاع الرايت. ان انا هنا اقول له the multiplication matrix equal، هنا ده منصوبة سي، بس خد بالك معايا منصوبة سي مقاسها ان ايه وام بي، طبعا واضحة جدا. ان انا لو رجعنا تاني خد بالك منصوبة سي مقاسها ان ايه وام بي، عدد صفوف المنصوبة الأولى وعدد أعمدة المنصوبين التانية. هنحسب المسألة دي ليه؟ يبقى لينا هنا بقى جزء واحد اللي هو ايه؟ الحساب. هنحسب ازاي؟ سهلة جدا برضه، هنقول له دو 30 اي بتساوي واحد وان ايه، ودو 30 برضه جي بتساوي واحد وام بي. ونيجي بقى هنا، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجمع في المصفوفة، عايزين نجمع في مصفوفة جديدة عندنا اللي هي المصفوفة سي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ خد بالك، ممكن نقول هنا سم تساوي زيرو، واقول له دو 25 اي كي بقى بتساوي واحد و ان ام اي. خد بالك دي المصفوفة اللي هنجمع فيها. ونيجي هنا في السطر 25 نقول له كونتين. طب بين الاثنين هنعمل ايه؟ هنقول له سام تساوي سام زائد القانون العام، نفتكره مع بعض، ان السي اللي استخدمت فيها بتساوي بحاصل ضرب ال A اوف اي وكي في ال B اوف كي وجي، يبقى حاصل ضرب ال A اوف اي وكي في ال B اوف كي وجي. يبقى احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنضرب ال A اوف اي وكي في ال B اوف كي وجي ونخليهم في الصم. ونيجي هنا نقول له ان صم ان السي اوف اي وجي بتساوي مين؟ بتساوي صم وجم ال 30 كونتينيو. طبعا ممكن نستظهر منهم ده شويه، ان انا بدل ما عملت متغير اسمه صم وبجمع فيه، ما انا ممكن على طول اجمع في المتغير مين؟ السي اوف اي وجي. يعني كده البرنامج هيشتغل، كده البرنامج هيشتغل، بس انا ممكن اوفر خطوات. ازاي؟ ان انا بدل ما عملت متغير اسمه صم وده اخزن فيه كل element، يعني اخزن فيه حاصل الضرب وبعدين ارميه في المخزن اللي اسمه سي اي وجي، ما انا ممكن هنا اعمل خطوه ثانيه، ان انا اقول له سي اي وجي هي دي الصفر، وسي اي وجي بتساوي سي اي وجي، مظبوط؟ زائد يبقى انا بجمع في مين؟ في السي اي وجي. دي مش لازم خالص اصلا من الجمله دي. يبقى انا بصفر المكان اللي هخزن فيه في المصفوفه سي، وبعدين في نفس المكان ابدا اجمع خطوه بخطوه. طبعا لما يكون في عندي اثنين كونتين ورا بعض كده ممكن اضغمهم في بعض، يعني ممكن اخلي دي دو 30 واخلي دي 30 جمله واحده. لو ممكن كمان ما دام اخر جمله في التكرار جمله حسابيه، ممكن استغنى عن جمله كونتينيو والغي جمله كونتينيو خالص. طيب خد بالك، يبقى هو في عندي ثلاثه دو، ثلاثه دو، دو بتغير الصف وعمود المصفى سي، اثنين دو بيغيروا الصف وعمود المصفى سي وبعد ويصفرهم، وبعدين اخش دو ثالثه بقى بتاعت الكيريال وظيفتها تعمل ايه؟ تجري عمليه حسابيه وتجمعهم لي مع بعض. في الاخر طبعا هنكتب له ستوب واند كده. البرنامج بتاعنا خلص، نحفظ البرنامج نعمل له بروجرام كومبايل زيرو ايرور زيرو وارنينج. تعالوا بقى نيجي عمليه حسابيه كده مع بعض. اكسكيوت السايز بتاع الفيرست ماتريكس كام؟ 2.3، والسكند ماتريكس 3.4. داخل الفيرست ماتريكس نرجع مع بعض نفتكر كده، فيرست ماتريكس 1 2 3 4 5 6 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6. طب السكند ماتريكس 2 4 5 6 و 7 8 9 4 و 1 5 3 5.
راح الراجل على طول يديني حاصل الضرب صفر المالتبليكيشن ماتريكس. ياخد بالكم هيفتكروا ان العنصر اللي احنا كتبناه بايدينا اللي هو 19 مظبوط صح، ومديني بقيه العناصر. طبعا دي مساله سهله، لكن انت ممكن تشغل نفس البرنامج لاي مقاس انت عايزه. ممكن زي ما قلنا ترجع تعدل مقاس المصفوفه بتاعتنا، بدل ما احنا شغالين بس ماكسيموم 10 في 10 ممكن تخليها ماكسيموم 100 في 100، 1000 في 1000، 10000 في 10000. البرنامج هيشتغل معاك.